تمام لو لا؟ بس دول دا تستغل وضعنا، انا ما اقول ضعاف، احنا مو ضعاف ان شاء الله، بس تستغل وضعنا الحالي وبالتالي ياخذون حقهم براسنا. فاحنا اولا خلينا نتعاون نطلع البكيكه من شمال العراق، انا وانت وانا اخوك واسندك، وبالتالي عود لكل حادث حديث. شكرا. معالي الوزير، بس هنالك الدول تستثمر نقاط ضعف الاخرين حتى توظفها لامنها القومي. احنا عزيزي احنا جبنا الامريكان وسقطنا نظام ووصلنا لما نحن عليه الان، ونرد هسه نريد نعالج، شلون تعالج؟ شكرا شكرا لك. اي لا تستفزني يا اخوي، لا ما بستفزك ولا شو بستفز. ما استفزك، هذه اسئله طرحها السيد جبار ياور مع الوزير. الحوار مفتوح مع الوزير ولا توجد خطوط حمراء، فانا سالتك اسئله اللي يدور بذهن الاخرين، اتمنى ان تحترم الاسئله ويكون صدرك رحب. لا لا مع الوزير، خلصت هي الجلسه ماكو، خلصت ابد. لا لا ما عندي، اروح خلص مع السيد جمعه نادر، احترام للاخرين والمركز. خلص السيد قاسم الاعرجي، شكرا لك ولاحترامك الراي الاخر مع الوزير الدفاع. السيد قاسم الاعرجي تفضل. شكرا جزيلا. طبعا